شعور رائع، اليوم شعور رائع وهذه الاثناء يعني اخذنا اللقب والحمد لله اللقب بقي سعوديا للمرة الرابعة والحمد لله اخذناه بجدارة ولو ان حصل لنا بعض العقبات يعني في هذه المسابقة والحمد لله اخذنا اللقب وباذن الله لن تكون نهاية الطريق ستكون هذه بداية الطريق في المسيرة الادبية وأول خطوة في مسيره المليار خطوه شعريه باذن الله